وبمناسبه يوم الشباب الدولي اكدت معالي السيده فوزيه بنت عبدالله زينل رئيسه مجلس النواب ان فئه الشباب بمثابه القلب النابض للوطن لما لهم من اسهامات حقيقيه في الدفع بعجله التطوير والتقدم وذلك يبدو جليا في الدور البارز للشباب البحريني الذي سطر انجازات رفيعه المستوى في اعلاء النهضه الوطنيه وبناء دوله المؤسسات والقانون معاليها أشادت بإنجازات الشباب البحريني في إعلاء النهضة الوطنية وبناء دولة المؤسسات والقانون وذلك بفضل الدعم الذي يحظون به من لدن جلالة الملك المعظم والاهتمام المطرد من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأشارت معاليها أن مجلس النواب حرص على تطويع أدواته الدستورية لما يصب في صالح الشباب البحريني وخدمة قضاياه وقد شدد من خلال برنامج عمل الحكومة وإقرار الميزانية العامة للدولة على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للقطاع الشبابي وأضافت رئيسة المجلس النيابي أن الشباب البحريني يحظى بدعم لا محدود من سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة من خلال المشاريع والمبادرات التي تؤكد على المكانه الهامه للشباب والتعويل الدائم على امكانياتهم وعطاءاتهم في الارتقاء بالنهضه الوطنيه في جميع المجالات والقطاعات، كما واعربت معاليها عن خالص تهانيها لشباب مملكه البحرين مؤكده على دورهم المحوري في تحقيق العديد من الانجازات التي تنهض بالبلاد وترفع اسم مملكه البحرين عاليا في المحافل الدوليه والخارجيه.